سيداتي سادتي، عايز اقول ايه؟ الواحد مننا بيتولد في الحياة دي بدون ارادته، بيجي زي ما اهله هم اللي عايزين مش هو اللي عاوز، وبعدين بيفضل يكافح يكافح في حياته وبيلاقي مصاعب ومشاق وبيكافح تاني ويقوم ويوقع، وبعدين اخرة حياته ايه؟ الجواز. وروني واحد بس متجوز وسعيد في حياته، اللي متجوز وسعيد في حياته يقف. مفيش حد وقف، حاجة من اتنين، يا اما مفيش حد متجوز، يا اما كلكم متجوزين ومش قادرين تقفوا من ال... اسألون انا، لا مش اسألون انا، اسألوا ابأس زوج عرفناه كلنا، وهو الزوج المسكين الغلبان محمود. محمود محمد عوض. وطبعا الزوجة اللي مطلعها عينيه عارفينها كلكم، خيرية احمد. يا استاذ محمود، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، انا جاي لك في... اهلا وسهلا يا سيدي، قصدي اي خدمة. نعم، انا مندوب. هو سيادتك مين بالضبط؟ انا مندوب مجلة اسمها مجلة الكتكوت المسعور. نعم. اه الكتكوت الايه؟ المسعور. المسعور؟ ايوه. طب كلمني من بعيد والله. ليه بس يا استاذ؟ لحظة تطلع مسعور انت راخر. لا ما هو اصل الحقيقة المجلة بتعمل ريبورتاج او تحقيق صحفي عن أيوة. السعادة الزوجية. فعايزين ناخد من حضرتك تحقيق صحفي محلى بالصور. عن البؤس الزوجي. عن التعاسة الزوجية. عشان خاطر نضيفها الى السعادة الزوجية اللي موجودة عندنا في المجلة. و ال طب لو سمحت. ال او أستاذ ايه بقى يا سيدي بالظبط الحكايه بالظبط؟ تاني يا استاذ اتفضل. ما انا قلت لك سيادتك عايز ايه بالظبط؟ عايز اشوف عامل ايه في مشاكلك الزوجيه مع الزوجه بتاعتك دي. اللي مطلعها عينيك طول النهار وطول الليل. اصل ال المجله. مسكين متجوز. يا استاذ يا استاذ. قول كده بقى. شوف يا سيدي. نعم بقى المشاكل الزوجية دي خلاص قدرت احطمها. يا سلام، طبعا حليت مشاكلك الزوجية دلوقتي. انا خلاص بقيت اسعد زوج في العالم. مش معقول. مراتي بقت اسعد زوجة في العالم. مش معقول. مرتاحين مع بعض. ازاي يا استاذ؟ سعداء مع بعض. طب ازاي حليت مشاكلك ده؟ انا لازم اكتب الكلام ده. اكتب. شو بقى يا سيدي؟ كانت المشكله الاساسيه بيني وبين مراتي. ايوه. هي مشكله واحده، مشكله الاسئله. طول النهار بتسالني اسئله. ايوه. واجاوبها على الاسئله بتاعتها. وبعدين ما تفهمش حاجه خالص، فتيجي تسالني نفس الاسئله تاني. معروف. وقولها نفس الاجوبه تاني، وبعدين ما تفهمش حاجه خالص، فتيجي تسالني نفس الاسئله تالت واجوبها الاجابات تالت، وبعدين ما تفهمش حاجه ابدا. فتسالني نفس الاسئله رابع. خلاص يا استاذ. اجوبها رابع يا استاذ. ما تفهمش. وحليت المشكله دي ازاي؟ شو بقى يا سيدي؟ جبت كراسه ورق ابيض. قاموس. قاموس. وكتبت الاسئله بتاعتها كلها. كتبت الاسئله اللي هي بتسالها كلها كلها. ايوه. ونمرت الاسئله دي. ايوه. وكل سؤال قصاده الاجابه بتاعته، كل سؤال قصاده الاجابه بتاعته. وحطيت لها ارقام. ارقام. الاسئله مترقمه كويس. تسالني السؤال من دول اقول لها مثلا 14، تروح تفتح هي في القاموس تدور على 14 تعرف الإجابة. تعرف الإجابة على طول. مش معقول. بقينا في منتهى السعادة. ده اختراع جديد. أنا أهنئك. الله يبارك. بالنيابة على القراء يا أستاذ. الله يخليك. ده حاجة ممتازة جدا. بس برضو بده شوية تفسير شوية. بس أنا مش فاضي، ورايا أشغال ورايا أعمال. يعني شوية تفسير بالنسبة لمجموعة القراء عشان يفهموا الحل ده كويس. اتفضل. بس أنا مش فاضي. اتفضل. يعني مثلا افرض سألتك. أيوة. قالت لك إيه؟ قالت لك صباح الخير مثلا. أيوة. تقول لها إيه؟ صباح الخير. أقول لها 9.
يعني صباح النور. لا ما. يعني غوري من وشي. والله ده حل ظريف قوي يا استاذ محمود. والله انا مش فاضي بقى، انا ورايا اعمال ورايا مسؤوليات. لا اسمح لي. اتفضل بقى، مع السلامه. ده حاجه جديده بالنسبه للازواج كلهم، لازم نعرف كل تفاصيلها. وبعدين بقى انا بدي اسال سؤال، يعني انت تنصح الازواج كلهم باتباع الطريقه دي مع زوجاتهم لما يرغوا ويتكلموا كتير؟ ده سؤال. ايوه الاجابه يا سيدي. ايوه 9. ليه بس يا استاذ؟ يا استاذ انا مش فاضي لك، انا ورايا اشغال ورايا اعمال. اعمل معروف، ده تحقيق صحفي هيكون ناجح 100%، هتكون خبطة صحفية ممتازة لو نقلت ده للقراء. يا أستاذ صحفي. أيوة بي. ممكن سيادتك ترتاح تقعد على كرسي. آه. وبعدين تشوفي أنا بتعامل إزاي مع مراتي. يا عيني أهو ده. وبعدين تكتب اللي يعجبك. حاضر. اتفضل اقعد. ما عنديش مانع. اتفضل اقعد. طب هي فين؟ اتفضل اقعد. هي فين بس؟ الست بتاعتي؟ لا القهوة عشان نقعد. القهوة؟ أيوة. انت هتشرب قهوة كمان؟ طبعا. طب ما نجيب لك غادة. لا 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 مالوش لزوم. ليه بجيب لك غادة؟ لا معلش. ما تنام. يا سيدي. دي مصيبة إيه دي؟ ولا كلمة يا أستاذ. حاضر. ولا كلمة. ثانية واحدة أطلب لك القهوة. يا مدام، أنت يا ست هانم، يا جماعتي. تعالي يا أمورة، تعالي. تعالي يا حبيبتي. أنت بتندي عليا يا محمود. أيوة يا روح محمود من جوه. يا ستي احنا عندنا ضيوف، فلو سمحتي تعملينا فنجالين قهوة. فنجالين قهوة؟ ايوة. طب تشربها جنسها ايه يا حبيبي؟ تشربها جنسها ايه يا حبيبي؟ سكر زيادة يا محمود. سكر زيادة. اعملينا فنجالين قهوة 17. 17 ليه يا محمود؟ ما انت دايما بتشربها 19 يا حبيبي. يا ستي احنا عندنا ضيوف، وضيوف عايزين يشربوها 17، فلازم تشربها 17. مزاجنا ان احنا نشربها 17، فتعمليها 17. حاضر. يعني هتكسفنا ولا ايه؟ شفت ازاي؟ في منتهى الادب. في منتهى الذوق. ده حاجه. الله. لا ايه في ايه؟ ما عندناش سكر يا حبيبي. سكر؟ اه. مفيش سكر؟ مفيش سكر. روح اعمليها، اعملي القهوة من غير سكر. حاضر. 9. لا مؤاخذة يا سيدي بقى، تشرب القهوة من غير سكر. زي بعضه، بس المهم ان انا اشوف الحاجة. الله. ايه في؟ مفيش بن ابو حنفي. مفيش بن؟ اه. البيت ده كله مفيش شوية بن؟ اه. خلاص اعملي القهوة من غير بن. طيب. 9 بقى. لا مؤاخذة يا استاذ، معلش بقى، تشرب بقى القهوة من غير بن. لا معلش، ما انا مستحق. لا معلش. ايه لبشت جتتي ده، هي تلبشك؟ مفيش مية يا حبيبي. مفيش مية؟ اه. خلاص اعملي القهوة من غير مية. لا مؤاخذة يا أستاذ، أنت بقى تشرب القهوة من غير قهوة. لا واضح. حاضر، أنا هكتب ده كله. أنت ست أنت؟ آه ست حبيبي. أنت ست بيت؟ آه. بيت ما فيهش لا بن ولا سكر ولا مية؟ مغفل مين اللي كاتبك ست في شهادة الميلاد؟ أبويا يا حودة. أبوكي؟ آه. الله يرحم أبوكي ويحسن إليا. غوري بقى من وشي. 9. اروح فين بس يا حبيبي؟ غوري من وشي، روح في اي حته. لا انا مال، انا عايزه اتسلى. عايزه ايه يا اختي؟ دلع. عايزه ايه روح؟ انا مال، انا عايزه اتدلع. انت تدلعي؟ اه. يا ولية اختشي اختشي على دمك، دي انت طويله وعريضه. لا انا ليه عايزه تدلعي؟ انا عايزه اتدلع. حاضر. دلعني. هدلعك اهو، هدلعك. دلعني. الله. طيب. دلعني. الله. دلعني. هدلعك ازاي؟ انا مالي؟ قولي والله قبلتي. والله قبلتي؟ حاضر. والله كبرتي وبقيتي بطه.
ولا كبرتي وبقيتي وزة؟ ولا كبرتي وبقيتي كلبة؟ يا باي انت ست انت؟ ده انت ست 45. انا 45. ايوه 45. طب انت 100. انا 100. اهو انت اللي 144. اهو انت 250. انا 250. هي حصلت انك تشتمي ابويا؟ يلا غوري من وشي. اهو انت اللي 200 و300 و400. طيب معلش حقك علي. معلش حق الله يا. حق الله يا. معلش. يا 300 يا 400 يا 500 يا ابره مصديه يا جنب الحيط مرميه يا عمر. معلش حقك علي يا ابو حنفي، انا غلطانه. خلاص غوري من وشي. لا تسعة. انا عايز اتسلى. يا ولي عالي بقى. لا انا مال، انا عايز اتسلى. يا سليك ازاي بس؟ وانا مال، انا عايز اتسلى. انا عايز اتسلى. انا عايز اتسلى. انا عايز اتسلى. اسالك ازاي يا ست انت؟ قول لي نكته. نكته؟ حاولك نكته. قول. يا ساتر يا رب، انقذنا يا رب. ما تقول النكته. هقول لك اهو. امال ساكت ليه؟ الله، ما انا هتكلم اهو. ما تقول النكته. يا دي المصيبه السوداء. انا عايز اسمع النكته. اديني فرصه اتكلم. طب قول النكته. يا سيدي قول لها نكته عشان تسكت. انت مالك انت؟ مصيبه ايه دي؟ اقعد ساكت. حاولك نكته. قول النكته. انا طيب. شوف يا ستي. مره كان في واحد متجوز. لكن متجوز ايه؟ مصيبه سودا زي حالاتي كده. طول النهار رغي، طول النهار رغي، طول النهار رغي. وتقول له دلعني. انا عايز اتسلى. قول لي نكته. عارفه عمل ايه؟ راح ماسك زماره رقبتها وعملها كده. حلوة. وبعدين يا حودة؟ النكتة خلصت خلاص. بايخة. هو ده اللي اعرفه. خلاص بقى غوري من وشي. طب وايه يعني؟ انا اعرف واحدة ست اكلت جوزها ابو حنف. اكلت جوزها؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان بيقول انه كانت بايخه حبيبي. خلاص غوري من وشي. يلا بعد عني. يلا. لا حسنان. لا انا مال، انا عايزه اتسلى. وبعدين بقى يا ستي ما تروحش تتسلى بعيد عني. لا ماليش دعوه، انا عايزه اتسلى. اقري اقري مجله، افتح جورنان. لا افتح الراديو. وانا مال، انا عايزه اتسلى. افتح الراديو. لا، ما الراديو اتخرس ما بيتكلمش. طب ولا ما هو اتخرس، انا مالي؟ خليه يتكلم. يا ستي يتكلم ازاي؟ هو الاخرس. الاخرس بيعرف يتكلم؟ بيشاور. شاور؟ عايز الراديو يشاور. ازاي كده؟ اهو. ودي تبقى ايه؟ اكلك منين يا بطة؟ أكلك منين يا بطة؟ أبدا، دي لا تكذبي. لا أنا مال، أنا عايز. خلاص غوري من وشي بقى. لا يلا. أنا عايز أسمع مغنى. وبعدين بقى؟ ما معرفش، أنا عايز أسمع مغنى. مغنى إيه يا ستي؟ أنا مالي؟ طب أسمعك إزاي مغنى؟ ما مفيش راديو. غني أنت. أغني أنا؟ أغني أنا؟ أنا عمري ما غنيت. لا ماليش دعوة أغني. يا ستي صوتي وحش. ما يا تغني أغني أنا. لا لا أغني أنا. طب غني. انسد انت بس وانا اغني. غني. حاضر. غني. الله. غني. اسكتي بقى. اسكتي بقى يا شيخه. غني. الله. غني. الله. غني. اسكتي بقى. اسكتي بقى. بقى.
استنى يا استاذ محمود. طب خد النقطة العافية. هغني حاضر. حق حم. حق حم. حق حم. ايه اللي انت بتعمله ده؟ بتسلطن. بتسلطن؟ اه بتسلطن. طب جايب لك سلطانية يا حبيبي؟ سلطانية ايه يا ست انت؟ عشان تتسلطن. ايه الولية دي ايه؟ غبية قوي كده ليه؟ اسكت يا شيخ عشان اندمج. انا عايز اندمج. اندمج اهو. اسكت عشان اعرف اندمج. طب غني. اسكتي بقى ولا كلمة. غني. الله. حق حم. غدار يا زمن ياللي ابتليت محمود بوحدة طول النهار. محمود طالع. محمود نازل. محمود قاعد. محمود واقف. محمود نايم. محمود راقص. محمود وطول النهار. محمود محمود يا حبيبي. الله الله ياخدك. يلا بقى مع سلامة. تسعة. لا لا ماليش دعوة. انا اسمع. عايز اسمع ركن الاطفال. اطفال ايه؟ بالذمة ده كلام يا استاذ. انا مالي. انا عايز اسمع ركن الاطفال. بقى شغل العيال ده. انا مالي. انا عايز اسمع ركن الاطفال. بقى يا اخواتي ده ايه ده؟ دي برابنت. انت بلعت راديو. انا مالي. انا عايز اسمع ركن الاطفال. طب خلاص. انا مالي. انا عايز اسمع ركن الاطفال. هو ايه ده؟ عودي عالة شوية. انا مالي. انا عاوز اسمع ركن الاطفال. حاضر حاضر. عشان تسكتي تهبدي هقولك ركن الاطفال. قول. يا عسكري يا ابو بندقيه. يا عسكري يا ابو بندقيه. يا عسكري يا ابو بندقيه. تعالى موت الست دي. يلا بقى غوري من وشي. لا انا عايز اسمع ركن المراه. ركن المرأة. اه. اسمع ركن المرأة. اه. يا سيسي عايزة واحدة ست. لا 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 عايزة اسمع ركن المرأة. طب خلاص. اتسدي بقى. انا مالي. ما انت لوحدك ركن المرأة. عايزة اسمع ركن المرأة. اسكتي بقى. اخرسي بقى. مش قادر افهم الراديو ليه اتخرس وانت لا. يا سيدي ريحها وقول لها ركن المرأة. ركن المرأة. ايه ده؟ دي مصيبة ايه دي؟ طب لا. خلاص حاضر. طبور. حاضر. يلا اختشي بقى. اختشي بقى. اختشي بقى. اختشوا. سيداتي أنساتي سادتي مساء الخير. نقدم لكم ركن المرأة بإشراف أبلة محمود يا حبيبي. سيداتي أنساتي سادتي مساء الخير. الآن تستمعون إلى حديث يقدمه لكم الأستاذ محمود يا حبيبي. عنوان المحاضرة كيف تحافظين على زوجك. سيدتي سيدتي سيدتي. لكي تحافظين على زوجك لا بد لا بد أن لا تزعجيه لما يجي من الشغل. محمود هو تعبان. محمود. ولا تقولي محمود يا سيدتي. امال اقول ايه بس يا حبيبي.
ولا حبيبي يا سيدتي. ما اقول لك يا حودة. ولا حودة يا سيدتي. غلبتني يا ابو حنفي. ولا ابو حنفي يا سيدتي. ليه بس يا محمود؟ عشان اعصابه بتتعب يا سيدتي. وانا بس اقول لك ايه بس يا حبيبي؟ حرام عليك يا سيدتي. ده مش معقول ابدا يا سيدتي. ليه بس؟ حرام عليك يا شادي. ليه بس بتعيط يا محمود؟ مش معقول ابدا يا سيدتي. ده بس مش كلام ابدا. انا ما اتكلمتش يا محمود. حرام عليك يا سيدتي. يا حبيبي. ده اسمه كلام ده يا سيدتي. ده اسمه كلام ده يا حبيبي. ده انا كويس اهو يا محمود. ايوه الناس. البحر وراءكم. وامرات محمود خلفكم. أيها الناس، إليكم طريقة خنق الزوجة. بسم الله الله أكبر. الحمد لله، خلاص خنقتها، موتتها وقتلتها يا أستاذ محمود. ورحت ماسكها ورحت راميها في البحر. آه. عشان يأكلها السمك. هم هم هم. أنا أهنئك يا أستاذ محمود. الله يبارك فيك. وده اللي هكتبه عشان ينفذوا كل الأزواج بإذن الله. دلوقتي خلاص. آه. بقيت أنا مرتاح. طبعا أعصابي مرتاحة. آه. باكل كويس، بشرب كويس، بنام كويس، حالتي بقت في منتهى السعادة. طبعا عقبالك يا سيدي كده إن شاء الله. عقبال مراتك. وبعدين قلت إن شاء الله. عشان اتفسح. ايوه ما تلا اخذ الطياره وروح على الكويت اتفسح. اه رحت راكب الطياره. أيوة. ووصلت بنزل رجل من الطياره. اه وبنزل رجل تانيه من الطياره. آه. ابو صلاه اللي بتقول لي الحمد لله على السلامه محمود. والآن سيداتي أنساتي سادتي، نقدم إليكم. يا سيدي ما بعرفش أغني، ما بعرفش أغني، حرام عليكي. لا أنا مش عايز أسمعك أنت. أما أنا عايز أسمع مين؟ أنا عايز أسمع واحد بيغني كويس. يبقى ما فيش غير واحد بس، عارفين مين؟ عبد الحليم حافظ. حاضر حاضر.
الشهريضة الشهريضة بس حاضر الشهريضة الشهريضة دخلت الكويت الأمم المتحدة والشهر الجاي حيناسب عيد استقلالها يبقى احنا نقول ايه الغنوة اللي عملناها مخصوص لعيد استقلال الكويت الأول الجهرة للسلمية رفعين علم الحرية الجهرة للسلمية رفعين علم الحرية رايحة ألوف وجاية ألوف تهني بعيد الحرية كويتية كويتية الجهرة للسلمية رفعين علم الحرية الجهرة للسلمية رفعين علم الحرية رايحة ألوف بالجهرة للسلمية رافعين علم الحرية بالجهرة للسلمية رايحين علم الحرية رايحة ألوف وجاية ألوف تهني بعيد الحرية كويتية كويتية بالجهرة للسلمية رافعين علم الحرية بالجهرة للسلمية رافعين علم وحياة الحب اللي جمعنا وحياة العيد وحياة عروبتنا اللي حتكبر على طول وتزيد وحياة الحب اللي جمعنا وحياة العيد وحياة عروبتنا اللي حتكبر على طول وتزيد أنا عربي بغني لأفراحك وبقوله بعيد أنا عربي بغني لأفراحك وبقوله بعيد طول ما احنا حوالين بعضينا والإيد في الإيد أنا عربي بغني لأفراحك وبقوله بعيد طول ما احنا حوالين بعضينا والايد في الايد حتبان همتنا وقوتنا قوتنا قوتنا والدنيا حتسمع كلمتنا 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 حتبان همتنا وقوتنا قوتنا قوتنا والدنيا حتسمع كلمتنا 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 وتقولوا ايانا فرحتنا يا فرحتنا بالجهرة للسلمية رافعين علم الحرية بالجهرة للسلمية رافعين علم الحرية رايحة ألوف وجاية ألوف تهني بعيد الحرية كويتية كويتية بالجهرة للسلمية رافعين علم الحرية بالجهرة أكبر يا كويت يا عروسة الله 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 أكبر من العيون محروسة الله 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 أكبر يا كويت يا عروسة الله الله
الله أكبر من العيون محروسة. الله 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 أكبر يا كويت يا عروسة. الله 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 أكبر من العيون محروسة. الله 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 يزيدك مجد فوق أمجادك. الله يكتر يا كويت أعيادك. الله يزيدك مجد فوق أمجادك. الله يكتر يا كويت أعيادك. الله يصونك من عيون حساتك. الله يصونك من عيون حسادك. وبقيت شبابك تبني مد بلادك. الله يصونك من عيون حسادك. وبقيت شبابك تبني مد بلادك. همتنا وقوتنا قوتنا قوتنا. والدنيا تسمع كلمتنا كلمتنا كلمتنا. وتبان همتنا وقوتنا قوتنا قوتنا. والدنيا تسمع كلمتنا كلمتنا كلمتنا. وتقول ويانا فرحتنا يا فرحتنا. الدهرة للسلمية رافعين علم الحرية. من الدهرة للسلمية رافعين علم الحرية. رايحة قلوب وجاية قلوب تهني بعيد الحرية. كويتي كويتي من الدهرة للسلمية رافعين علم الحرية. من الدهرة للسلمية رافعين علم الحرية. رايحة قلوب وجاية قلوب تهني بعيد الحرية. كويتي كويتي. اقول لكم بس غنوة على كيفي بقى مرة. مرة غنوة على كيفي. وبعدين اللي انتوا عايزينه والله هقول لكم غنوة كده وبعدين اللي انتوا عايزينه. ممكن؟ حاضر. Thank you.
بعد ايه ابكي عليه واشتاق اليه بعد ايه بعد ايه بعد ايه ابكي عليه واشتاق اليه انا حبيته ليه ضيعته ليه ضيعته ليه بعد ايه بعد ايه بعد ايه ابكي عليه واشتاق ليه انا حبيته ليه ضيعته ليه ضيعته ليه يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية يا ما ناداني بدمع في الوداع رجى فيا يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية يا ما ناداني بدمعه في الوداع وترجى فيا اللي فارقته ليه اللي ضيعته ليه اللي فارقته ليه اللي ضيعته ليه فارقته ليه ضيعته ليه حبيته ليه قلبه من عذاب الحب دايب
بس اللي جرالي عمره ما كان يوم في بالي بس وافضل وحدي لاخر عمري
لا 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 تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع لا 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 تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الجسور إذا لا من عين كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدميه لا 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 تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الجسور إذا من عين كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدميه ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه تتحديان الشوق بالقبلات تلدعني بصوت من لهيب تتحديان الشوق بالقبلات تلدعني بصوت من لهيب تتحديان الشوق بالقبلات تلدعني بصوت من لهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالآهات
بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب وأشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق وتتل من رأس الظنون تلومني تلومني وتشد أذني فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني ظني لعنت ظني We'll be right back.
أشواقي إليك. ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك؟ ماذا أقول لأضلع سفحتها أشواقي إليك؟ ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك؟ ماذا أقول؟ سفحتها أشواقي أشواقي إليك. ماذا أقول؟ سفحتها أشواقي 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 إليك. ما ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك؟ ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك؟ وأقولها أقول خانت أقول خانت أقول خانت أقولها لو كلها أشفي غليلي. يا ويلتي لا لا لن أقول أنا فقول. لا تفزعي مني فلست بثائري، أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري. لا تخجلي لا تفزعي مني فلست بثائري،
أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري. لا تخجلي لا 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 تفزعي فلست بتائب. أنقذتني أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري. لا تخجلي لا تفزعي فلست بتائب. أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري. فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسر فكسرته. ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر غفرته. رأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسر فكسرته. ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته. كوني كما تبغين لكن لن تكوني لن تكوني. فأنا صنعتك من هواي ومن جنوني. ولقد برئت من الهوى ومن الجنون. ولقد برئت من الهوى كما تبغين لكن لن تكوني لن تكوني. فأنا صنعتك من هوايا ومن جنوني. ولقد برئت من الهوى ومن ولقد برئت من الهوى ومن الجنون. كوني كما تبغين لكن لن تكوني لن تكوني. فأنا صنعتك من هواي ومن جنوني. ولقد برئت من الهوى ومن الجنون. ولقد برئت من الهوى لا 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 تكذبي. لا 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 تكذبي. إني رأيتكما معا ودعي البكاء فقد كرهت الأدمى. لا لا